السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الكلام ما نبدأ به والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. بما أني بنات حبيت طبعا أقول لكم كل سنة وانتم طيبين عشان الفالنتين خلاص كده قرب. كل بنوتة حلوة وحبت تجيب هدية الفالنتين. جبت لكم هدايا الفالنتين، هدايا حلوة خالص وجميلة هتعجبكم ان شاء الله بإذن الله. موجودة عندي بالمحل. بس قبل ما نشوف الحاجة بتاعتني، كتير منكم ما عارفش العنوان بتاع المحل. العنوان يا ستي الكل انت وهي، برديس الشيخ سعيد امام المستشفي او امام الوحدة الصحية بالشيخ سعيد، امام الوحدة على وش الوحدة الصحية على طول بالشيخ سعيد. يعني برك حبايب متابعين اللي هم من مركز البليان عامة ودايما بيسألوني فين يوم عادل عشان جوكي. هو مركز البليان يا جماعة، نجوع برديس قرية الشيخ سعيد، امام الوحدة الصحية، امام الوحدة الصحية على طول بالشيخ سعيد، ده العنوان. هنشوف طبعا مع بعضينا الحاجة مع بعضينا. جبت لكم هدايا الفالنتين، دباديب طبعا اللي هي التحف دي بتنور وبتغني مكتوب عليها I love you، ساعات بجميع انواعها، دباديب بردك، اطباق برج ايفن، مجات بردك هتلقوها ان شاء الله باذن الله. المج وفي بردك هدية عروسة حلوة، جميع انواع الساعات، دي اشكال بردك للهدايا تقدروا تقدموها، دي اشكال الساعات، برفانات رجالي لكل البنوتات. للفيديو ده يا جماعة للبنوتات، الفيديو للبنوتات الحابين او السيدات اللي حابين يجيبوا هدايا طبعا على الفالنتين، ده الفيديو ده مخصص ليهم. بردك محافظ رجالي طول برفانات حلوة. يعني بالنسبة للحبايب اللي طلبوا مني بردك الذهب الصيني، جبت لكم الذهب الصيني اهو، حاجة حلوة خالص وجميل ان شاء الله باذن الله هتعجبكم وهتنال رضاكم. اسعار حلوة ان شاء الله باذن الله وتخفيضات طبعا خاصة المتابعات الحلوين الغاليين. جات وينز وخواتم احلاقي كليهات سلاسل غوايش بردك كذا شكل. يعني هي طبعا جميع انواع زيوت الشعر، الانشطه بردك، سرحات اهو زي ما حضراتكم شايفين بردك اهو. بردك علب هدايا هتلقوها ان شاء الله باذن الله، جميع انواع الاكسسوارات، الايلاينر السائل الثابت يا جماعي اللي انتم طبعا طلبتوه مني، توك الشعر حبه بردك، خليكم معي لاخر الفيديو عشان اوجهكم كده رسالي. شعر طواق، طواق شعر برضو حاجات حلوة يعني جميلة. الخمار السوري، حور العين اللي هي النوعية الكويسة، تتو، طرح، شفونات، طرح خروج ستان، ستان بردك، سواريهات، شفون، شفون،
اهو سواريه ستان بردك وطرح جيل بنطلونات سيداتي مقاسات خاصة جميلة جدا وخامتها واسع زي ما حضرتكم شايفين اهو ربع رايس يا رب تكون الصورة بتاعته واضحة اهو من القطيفة بردك زي نظام كاش قطيفة شايفينه جميل جدا صراحة البيجامة دي ممكن تتلبس بجامة وبنطلون والروب بتاعها وممكن بردك بتتلبس القميص والروب بتاعه بردك ليها قميص والروب بتاعه لطيفة يا جماعة مضغوطة لونها هادي خالص العرايس وراقية وجميلة أرواب بردك من القطيفة عبايات بيت القطيفة جميع أنواع الملابس الداخلية البندانات كل أنواعها هنا بردك عبايات بيتي عبايات بيتي سيفي جميلة جدا الخامات قطن يا جماعة اهو اسعار خير خالص هتلقوها ان شاء الله بإذن الله اهو الله اكبر الله اكبر بردك في عبايات بيت امهاتي حلوة خالص بردك بنطلون الجينز ولادي وبناتي تيشرتات بردك اولادي جاكيت اهو شايفين قطعتين جميل جدا عباية بيتي برضه قطيفة هنرجع برضك للمكياجات فازتين سواريه فست بناتي بيجامات هنيجي دلوقتي جميع انواع الجنجيرة
بصمات حلوة طبعا. برضك بالنسبة للمكياجات الفاونديشن بجميع أنواعه، مثبت المكياج وغسل المكياج وكل حاجة للمكياجات هتلقوها إن شاء الله بإذن الله. للميك اب بالنسبة للموضوع اللي كنت عايزاكم فيه، بالنسبة للانتقادات اللي تقدمت القناة ياسر وسهام، ليه جماعة الكلام اللي انتم بتقولوه ده وليه الانتقادات؟ الله أكبر الله أكبر، صوت الحق نطق. يعني صراحة أنا شفت تعليقات كتير سلبية وكلام كتير سلبي عنديهم. ليه طيب؟ ليه عند مدام سهام؟ يعني هي قناتها قناة محترمة، أنا من ضمن قنوات اليوتيوب كلي أنا متعرفتش غير عليهم 3 قنوات بس، من ضمنهم قناة يوميات ياسر وسهام. قناة دي جميلة جدا ومحترمة جدا، أنا معرفت ليها من مدة حوالي كده 3 سنين. معرفتي في لصاحبة القناة شخصيا، يعني أنا كنت عارفها مكالمات عن التليفون بس، كان في البداية بداية تعليقات بس مش أكتر، بعد كده يعني مكالمات عن التليفون تعرفنا على بعض. صراحة يعني أنا نسيت، ما شفتش في أخلاقه ولا في احترامه ولا في طيبتها. بعد كده تعرفنا على بعض من وقت بداية فتحت المحل دي صراحة، ودلتني على أماكن حلوة. يعني هي طبعا من القاهرة، أنا طبعا من الصعيد زي ما أنتوا طبعا عارفين، دلتني على أماكن حلوة برضك، إزاي إن أنا أبدأ مشروعي بيها، والزوار وسافرت لها استقبلتني عندها في بيتها هي وزوجها، استقبلوني أنا وزوجي، يعني كان استقبالهم قمة الأدب وقمة الاحترام. يعني ناس صراحة أخلاق وزوج وكرامة وشهامة برضك، شهامة الصعيدة برضك كلها تعتبر فيهم. يعني أنا معرفتي ليها معرفة شخصية. ليه طيب الانتقادات اللي انتوا بتقولوها؟ ليه الكلام اللي أنا بشوفه مثلا في التعليقات؟ هي الولية عشان ظهرت، يعني يا ست عشان ظهرت وقالت كلمة الحق عشان صدفة وأثار انتوا مثلا تقولوا كده؟ ليه طيب؟ أنا معرفتي ليها، انتوا عارفين ان أنا ماليش دعوة بأي حوارات في اليوتيوب خالص، ماليش دعوة بأي حد، ماليش دعوة بأي كلام، ماليش دعوة نهائي خالص بأي حد. بس صراحة أنا حاجة شفتي أحب اني أنا أقولها، اقول كلمة الحق. يعني صراحة ما يصحش كده، انا الست بعرفها معرفة شخصية، ما فيش زيها زوجها طلعت معايا برضك، لفت معايا جبت حاجتي كلها، وهي لفت معايا لحد ما جبت حاجتي كلها ووصلتنا وروحتنا لحد ما وصلنا وخلصنا يعني، وهي معانا برضك واقفة هي وزوجي. طب ليه انا مشفتش منها اي حاجة وحشة؟ ولا ان يعني كل ست طيبة قلبها، ما فيش تاني في ادبها في اخلاقها. يعني ما صحش انا بقول لكم الكلام دي، واللي ما يعرفش قناه يوميات ياسر وسهام انا هسيب لكم رابطها في صندوق الوصف في التعليق المثبت اسفل الفيديو. ويلا كده اسيبكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا بنات الغاليين اللي حابين يشرفوني بردك ليهم تخفيضات خاصه وبمناسبه الفالنتاين، جميع انواع الهدايا من الفالنتاين، من دباديب، من ساعات، من برفانات، من محافظ، من هدايا الذهب الصيني، كل حاجة موجودة، كل حاجة طبعا. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.